أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نقول بأن عدنان أفضل من قحطان لكون النبي صلى الله عليه وسلم من نسل عدنان؟ لا أدري. وأيضا قحطان منهم أنبياء، أول الأنبياء ليسوا خاصين بعدنان، قحطانيين منهم أنبياء، نوح ومن جاء الأمم البائدة، يسمى الأمم البائدة، العرب العاربة البائدة، لأن العرب العاربة على قسمين: عرب بائدة كالأمم عاد وثمود، وهذه عرب بائدة، وعاربة باقية وهي القحطانية الموجودة الآن. نعم.